في الاقتصاد اصدر اليوم تقرير التنافسية العالمية لمنتدى دافوس، واللي سجل غياب تونس لسنة 2012-2013 بعد ما كانت تحتل المرتبة 40 من ضمن 141 بلد في التقرير السابق لسنة 2011-2012. وترجع أسباب غياب تونس أو إقصائها في الترتيب لعدم وضوح المناخ الاقتصادي والاستثماري وضبابية السياسة التونسية في الوقت الراهن. هذا وتجدر الإشارة إلى أهمية المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس اقتصاديا نظرا لاعتماده من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية.